والديربي كما قلت لك الديربي مباراه الاياب زعما ما شفناش واحد المستوى اللي كنا تنتسناو مستوى كبير. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الروتور يعطونا واحد الطبق كروي ليرجع الجماهير الرجاويه للوداديه، لان صراحه تنتاسفوا في مباراه الاياب لان شفنا الفرجه في الجماهير اكثر من الملعب. ونتمنى لهم التوفيق للفريقين ويعطونا واحد الطبق الكروي اللي يفرح الكره المغربيه. تبارك الله. صحه وراحه. نقول مباراه الديربي في الاياب خاصه في مباراه الذهاب انتهت بالتعادل. وبالفعل يعني ان شاء الله الكل عازم ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه لترضيه الجماهير الرجويه، فان شاء الله نتمكنوا ان شاء الله من انتصار في مباراه الاياب ان شاء الله ونرضيو الجماهير الرجويه. شكرا ميرسي بوكا. بصراحه الديربي ما عندوش شي سر بصراحه، لان كيبقى دائما يوم الديربي كيبقى ضغط كبير على اللاعبين ابار الضغط الجماهيري ولا الضغط ديال المسؤولين ولا حتى المدرب، فاللاعب شخصيا كتكون عنده واحد الضغط كبير، لان الديربي كما كيعرف الجميع كاين واحد الفئه شويه متعصبه تقدر تخسر اي ماتش الا الديربي، فهذا الشيء علاش كيخلي اللاعبين كيكونوا شويه متعصبين شويه كيفكروا في الريزلت اكثر ما كيفكروا في الاداء، فهذا الشيء ماشي راجع للمدرب ولا هذا الشيء ضغط على اللاعبين بحكم تانا لعب الديربيات في يوم المقابله كتكون عندك واحد لابريسيون كتقدر انت بغيت تعطي كل ما عندك، لكن بداك لابريسيون درتي على راسك وتقدر بعض الاحيان النوم ما كيبقاش تنعس، فاكيد داك الضغط هو اللي كياثر على الاداء في المقابله. وبالنسبه للمقابله الاياب كنظن بان مقابله صعبه خصوصا عرفنا التعادل. بالنسبه لارضيه الملعب ما كنظنش فريق مستقبل ولا فريق خارج الميدان ديالو، كنظن تكون مقابله ما كتقبلش القسمه، وكنظن بانها تكون واحد المقابله مفتوحه ونقدروا نشوفوا فيها اهداف كثيره، لان ما عندش الحق الرجاء البيضاوي سوى خصو يسجل خارج الميدان. هو الديربي تعرف كل شيء تعرف الديربي، الديربي عنده واحد النكهه خاصه، لانه اللي يعرف تيقولوا يضبط الكره ديالو يعني بالاريحيه ما يكونش منفعل، يكون لاعب اللي يكون رزين في اللعب ديالو. الديربي اللي هو بكل صراحه تتفكروا احنا الذكريات الجميله فيه، واخا مبقى جاك الديربي اللي كنا نعرفوه شحال هادي، لان الديربي كان من قبل كان يدوز ديربيات قباح، لكن الديربي هو الديربي ديال الجمهور هو اللي تيبان لي انايا بزاف. واللي نتمنى بان راه المقابله بقى ما تحسمات، المقابله راه صعيبه وصعيبه بزاف، فيعني واخا انهم تيقولوا احنا راه كاين واحد الواحد خارج الملعب، ولكن راه الماتشات اللي تلعبوا هنايا في دونور بحال سواء على خارج ولا الداخل، فاللي تنظن انه اللي عرف يجيري المقابله ويركز مزيان يكون عنده التركيز، اذا يعني اللي عنده التركيز راه هو اللي يفوز بالمقابله. بالنسبه للديربي فالديربي كيبقى دائما ذاك المقابله اللي هي عندها ديما ذاك علامه استفهام، اللي هذاك النهار موجود متواجد على ارض الملعب وحاضر البديهه ديالو ومكونسونطري على المقابله تيقودها. وكنظن بان فريق الرجاء عنده من المقومات ومن اللاعبين ما انه ان شاء الله يحقق المراد ديال الجمهور ديالو. خاص غيرنا ان شاء الله ناخذ المقابله بجديه وندخلوا اننا كرجل واحد يعني ما عندناش حق الخطا. مقابلة كنعتبرها انا مصيرية، لان المقابلة كانت في الـ في الـ في الـ في, الـ في الذهاب كانت واحد لواحد، فالراجل بدا المفروض انه يخرج يلعب باش يسجل اصابة او اثنين او ثلاثة ويكون التعادل اكثر، الا كان شي تعادل يكون ثلاثة الراجل غدوز ان شاء الله. كنتمنى حظ سعيد لفريق الرجاء البيضاوي، وتمنى انها مقابلة تمر في جو عائلي وجو رياضي والجمهور انه يتقبل النتيجة كما بغات تكون باش فيما في مصلحة كرة القدم المغربية. شكرا.